إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. قبل ما كان يطلع هواء كان خفيف جدا هواء، الحين كيف بعد التنظيف؟ طبعا مستخدمين بنزين الحين بعد ما خلصنا من البخاخات، بعدها عاد بالهواء اخر مرحلة يتم التركيب بعدها. والله قبل التنظيف نسيت اصورها لكم، كان هواء خفيف يطلع بسيط هواء، يعني كنا نحط بخاخ وبعده استخدمنا ضغط الهواء عشان يدفع البخاخ برا، ما كان يطلع هواء كثير. لكن الحين شوفوا ما شاء الله، نصيحة لا أحد يفرغ الدبات، سوي لها تنظيف بعد الله سبحانه بإذن الله ما يصير الأمور يسوي ترك شيء. شوفوا الحين كيف ما شاء الله، شغل ممتاز. قريبا ان شاء الله، قريبا من اخيرك. الحين هواء فقط عشان نطلع بقايا البنزين والبخاخ اللي داخل الشكمان داخل الدبات. هذا مويه، عفوا هذا مويه، هذا المويه صح، نسيت الماء صح، حط المويه في المرحله الاخيره. كيف يسكر، سكر المجرى زين عشان ينزل هنا. ايوه حطه هنا. ايوه هنا صح، باقي حطه هنا. ايوه خله شوي، اخر شيء خله يطلع بقايا البخار والبخاخ وبقايا البنزين. لازم المويه تطلع نظيفه شوي، غير لونها. ايوه تغير شكل الماء كويس. طيب باقي هنا شكل الحين. ايه خل المويه تغير تنزل هناك صافي شوي. نفضي الماء. هي باقي لها آخر شيء. قلبها الحين الجهة الثانية، قلبها خل الرأس هذا فوق عكسي. ايوه كذا المويه تنزل كاملة. ايوه
الحين الهواء هو فقط بحيث ينفخ الماء الباقي والبخاخ والبنزين. خلاص اقلب 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 الجهة الثانية. ايه اقلبه. ايوه تمام. هذه حساسات الشكمان، استناها بالبخاخ حق اللي سديلكم. باقي الحين بنزين ونفس طريقة الدبة، بعدها بموية أو بهواء فقط، بدون ماء فقط هواء. يعطيك العافية. الحين النهاية، بعدين ركب الحساسات، بعد ركبها على السيارة عاد آخر مرحلة. عشان كذا نقول أي واحد يجي عنده مشاكل دبة البيئة، اللي يقول فرغ واللي يقول مدري وين، لا يا حبيبي نظف نظف، ترجع زي الوكالة. طبعا اللي قد سكرت معاه تجمعت زي الحجر هذا عاد الله يعينه، ما لها دبات جديدة يركبها ويشتري من التشريع ويأخذ من الوكالة ويأخذ، شفت شلون؟ لكن اللي باقي عنده ينظفها، يخليها من الصيانة الدورية، ترى ممتازة جدا. جت الصيانة مرحلة التركيب، وش يركب هذه هنا؟ شوف هنا وش يركب لي هذه هنا؟ اي بعدها ساعه تروح معنا مرن مرن، حتى لو كان افضل شيء تركبه قبل التور، تركب من سمير. اما هذا المشكله اللي هو ثابت والمرن يروح يجي، حتى لو كان وش افضل شيء يمكن تثبته انك اي قبل تركب. ايوه عارف انه مرن، بس افضل شيء عشان الوزنيه، بس في تنسيم هواء ولا شيء. ايوه يعطيك العافيه.